السلام عليكم ورحمة الله. إذا من بعد ما شفنا الوارم اب والريد اللي شفنا فيه say what وشفنا three conversations the first, second and the third, now we'll move on to the vocabulary items. غنشوفوا الفوكابولوري ودائما ملي تنهضروا على الفوكابولوري تنهضروا على المعجم، تنهضروا على كلمات جديدة اللي خصنا نعرفوا المعنى ديالها ولا المعاني ديالهم. صافي غادي نقراو هنايا، غنقراو we have six sentences, we will read them and we will see the words in bold. هما عندنا كلمات هنايا اللي هما واضحين، غادي نشوفوا هاد الكلمات هادو شنو هو المعنى ديالهم في النص. صافي تبعوا معايا عفاكم مزيان. هنايا راه غناخدو 6 ديال الكلمات، وده من خلال هاد الفيديو هذا خصنا في الاخر نكونوا قادرين على اننا نستعملوا 6 ديال الكلمات، يعني نعرفوا المعنى ديالهم ونبقاو نستعملوهم حنا في الجمل ديالنا. صافي اذا we will listen what do the verbs in bold mean. How the words in bold here we have explains, we have chatting, yelled, whispering, argue and gossip. صافي كاين شي كلمات هنايا راه شفناهم ملي كنا تنقراو، ملي كنا تنقراو النص حنا شفناهم، ولكن ماشي مشكل نعاود عاوتاني نشرحوهم. صافي معظم الكلمات تنعرفوا المعنى ديالهم فقط من خلال المعنى ديال الجمله كامله. بحال دابا الاولانيه the first one I will read it. So at the start of the lesson had off راه هي في الغالب تتقرا of بحال في of. So at the start of the lesson, the start دائما هي البدايه، البدايه والنهايه هي the end. The end. So here we have the start of the lesson. Lesson راه هي الدرس، معروفه lesson. اذا في بدايه الدرس our teacher ولا our teacher، شي مرات هما تيقراوها our teacher، explains what she wants us to do. At the start of the lesson our teacher explains what she wants us to do. في بدايه الدرس والسر ديالنا explains. To explain بطبيعة الحال هي تشرح، شرح. To explain شرح. شنو تشرح لينا الأستاذة ديالنا what she wants us to do، تشرح لينا داك الشيء اللي بغاتنا حنا نديرو. us تعود علينا. إذا هي الجملة الأولانية. The second one my sister أختي spends تمضي all of her time راه هو الزمن ولا الوقت، معظم ولا كل all كل وقتها chatting to friends on the phone. راه حنا شفنا هنايا ملي كنا قرينا النص شفنا someone who is talking ولا chatting. هي تتقضي my sister spends all of her time chatting to friends on the phone، تقضي معظم وقتها وهي تتحدث على الهاتف. 3 Tina held her hand up and to hold your hand up. دائما ملي تنقولوا شي واحد hands up راه تعني في الاعلى، بحال شي واحد تقول ليه هز يديك الفوق. اوكي اذا تينا held راه في الباس هذه held her hand up، هزت يديها and yelled. من راه هاد yelled تنقولها بالجهد راه لان اصلا yelled هي تغوت، ملي تبغي تقول شي حاجه بواحد الصوت عالي تنقولوا yell. You are yelling taxi. So she yelled taxi. حنا نشوفوا هاد yelled باش يمكننا نعوضوها هنايا. Number 4 why لماذا راه wh question اللي مازال ما ضابطش هاد wh questions، راه ندير لكم اللينك ديالهم راه كاين عندي في القناه ورجعوهم باش تعرفوهم بالضبط كل وحده فيهم علاش
ملي تنطرحوا السؤال بشي دبليو اتش كويشن علاش تنكونوا تنقلبوا. سو هنا واي وي ار لوكين فور ا ريزن، ا ريزن يعني سبب. واي لماذا علاش، واي ار يو ويسبرين، ويسبرين ذا فيرب هو تو ويسبر، ويسبر. اي كانت هير يو، اي كانت هير يو، ميمكنليش نسمعك. واي ار يو ويسبرين، علاش انت تتهضر بشويه؟ اي شي واحد يهمس، ملي شي واحد يكون تيهمس لك في ودنك تقول ليه اي كانت هير يو، ما يمكنليش نسمعك. واي ار يو ويسبرين، واي ار يو ويسبرين، على لماذا تهمس. نمبر 5، ماي براذر، ماي براذر اند اي، راه قلنا ملي تنكون تنهضر عليا انا وشي حد دائما تنخلي انا هو الاخير، تنقول في لونغلي دائما تنبداو بداك السيد اللي معانا عاد حنا، صافي. في العربيه نقول انا واخي، هما يقولوا ماي براذر اند اي، صافي. اذا اولويز، اولويز دائما ارجيو، ارجيو اباوت وات تي في بروغرام تو واتش. ماي براذر اند اي، اذا حنايا جوج الناس يعني وي، وي اولويز ارجيو اباوت وات تي في بروغرام تو واتش. ملي تنكونوا باغيين تواتش هي تفرج في التلفازة، ملي تكونوا باغيين تفرجوا في التلفازة دائما تيكون عندنا وي ار ارجيوين، وي هاف وي ارجيو، صافي. يعني تندابزو بالدارجة، تندابزو بالغواس، علاش؟ شكون كل واحد باغي يتفرج في شي حاجة، افترضوا انه هو باغي يتفرج في كارتون فسميتو في الرسوم المتحركة، وانا باغي نتفرج في كورة سوكر تيم ولا سوكر، سوكر جيم. اذا وي ارجيو تكون عندنا بحال قلنا ديسبوت، صداع تنتغاوتو بيناتنا. 6، اي دونت لايك جولي، اي دونت لايك جولي، اي لايك، اي دونت لايك، بحال شي حد ملي تيعجبك وشي حد ما تيعجبكش، ولا شي حاجه تتعجبك تقول اي لايك ات، ما تتعجبكش اي دونت لايك ات. اول شي داز هنا اي دونت لايك جولي، بنت جولي، all she does، كل ما تفعله is gossip، gossip about other people. احنا راه شفنا هنايا gossip، to gossip اللي قلنا هي النميمه، هي تهضر في الناس، to gossip، صافي. احنا هنايا من هادو غادي نشوفوا كل وحده باش يمكننا نعوضوها هنايا، صافي. hands listen، what do the verbs in bold mean، match them، ها هي to match، to match them with the definitions from A to F. We have definitions هنايا، هنا عندنا تعاريف، وكل كلمة نشوفوها شكون هي الكلمة اللي تتعوضها هنا من بين هاد الستة هادو: explain, chat, yell, whisper, argue and gossip. talk very quickly، شنو هي قلنا to talk، to talk يعني تنقول شي واحد are you talking to me، واش تتهضر معايا. to talk هي تهضر، ولكن هنا very quietly، quietly ماشي quickly، quietly. ما يسوغوش شي واحد be quiet، be quiet يعني هضر بشويه، شي ملي تهضر بشويه يعني شنو؟ الا جيتي حدايا وهضرتي معايا بشويه شنو غادي نقول لك؟ نقول لك I can't hear you، I can't hear you، why are you whispering. اذا to whisper، to whisper هي نمبر 4، راه هي to talk quietly، to talk quietly هي to whisper، إذا تكون تهمس عقلوا عليها whisper، whisper تهمس. B talk informally usually with friend، with a friend ولا with friends. فين هي عندنا هنا شيء someone who is talking to friends، هيا هنايا my sister spends all of her time chatting to friends on the phone. to chat، to chat هي في number 2، راه to talk informally، informally usually with a friend. هاد informally، formal و informal، formal هي طريقة رسمية، و informal هي ملي تتهضر مع صحابك، يعني حتى اللونجاج اللي تستعمل تيكون ديال الأصدقاء بيناتهم، صافي. الناس مثلا ملي تيهضروا في التليفون في الغالب تيهضر مع الناس بحال سميتو في نفس اللاج ديالهم، يعني they are talking informally، يعني تيهضروا بطريقة عادية. سي to shout، shout هنايا شي واحد تقول ليه I can't hear you can you shout، ولا I have heard someone shouting، shouting يعني انه كان تيغوت. وفين شكون اللي قلنا هنايا كان تيغوت؟ هاهي نمبر 3 قلنا
Tina held her hand up and yelled, "Taxi! Taxi!" إذن بلغوتها taxi نقولو she is yelling, yelling ولا she is shouting, shouting. Okay, to yell ولا to shout يعني أنك تتغوت تقول شي حاجة بالجهد ولا بصوت مرتفع. D, speak angrily because you disagree. Okay. شو قلنا to agree, disagree؟ راه مازال نديرو الدرس فيهم. هي واش شي واحد انت تشاطره الرأي ولا لا تشاطره الرأي. هنايا you speak angrily جاية من angry يعني بغضب، بغضب. Because لماذا؟ لأن you disagree، لأنك لا تشاطره الرأي. شكون اللي قلنا هنا جوج الناس كانوا يعني تي مصادعين على شي حاجة، مغاوتين على شي حاجة. My brother and I always argue، قلنا about what program to watch، دائما تندابزو على شمن بروغرام غنتفرجو فيه في التلفازة، شمن برنامج غنتفرجو فيه في التلفازة. إذا ها هي 5، speak angrily because you disagree، ها هي you argue. When you are having an argue with someone، ولا when you are arguing with someone about something، it means that you are speaking angrily، يعني بغضب، تتهضرو بغضب. لا انا باغي نتفرج في ماتش، الاخر لا تيقول انا باغي نتفرج في الروسوم. اذا نتوما تتغاوتوا بيكوز يو ديساغري، لانكم نتوما ما تتشاطروش نفس، ما عندكمش نفس الراي، كل واحد عنده راي ديالو تيدافع عليه. اي اي توك اباوت اذر بيبل اند ذير برايفت لايفز. توك اباوت اذر بيبل، تهضر قلنا تو توك هي تتحدث، اباوت عن other people، الناس اخرين، and their private lives وعلى الحياه ديالهم الشخصيه. راك شفنا هنايا ملي شي واحد تيهضر على شي حد يعني تينمم بالدارجه، تينمم راه to gossip. I don't like Julie، ملي تيكون شي واحد اللي فيه النميمه بزاف في الغالب الناس تلقاهم تيبعدوا منه. Don't like Julie، all she does is gossip about other people. All she does، هاد الشي كامل أي تمضي معظم وقتها فاش gossiping يعني talking about other people and their private lives. F، make somebody understand something. To understand هي تفهم، قالوا عليها مزيان فهم شيئا. To understand this، هادشي علاش the teacher says after explaining something did you understand، تقول لك واش فهمتي. Okay. إذن to understand قطنا هي number one اللي هي at the start of the lesson our teacher explains what she wants us to do. Explain تشرح يعني to make somebody understand، تجعلك انت تفهم. She explains something because she wants you to understand it. واش مفهوم؟ إذا إن شاء الله مزيان درنا الفوكابولوري، وفي فيديو واحد آخر إن شاء الله نديرو الجرامة. إذا إلى اللقاء.